عدنا معكم مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية للحديث عن هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران، ولكن أريد أن نعلق على ما كنا نشاهده في الفاصل، وخاصة المقطع الأخير. هو مقطع مؤلم جدا ومرعب أيضا. مرعب لماذا؟ ليس لبشاعة ما يقع في غزة، نعم ما يقع في غزة أكثر من مما الرعب. ما يقع في غزة هو جرح داغر وعميق، ولكن أيضا دعوة المظلوم. كنتم تستمعون، هذا الغزاوي كان يدعو الله يورينا فيكم يوم يا شعوب عربية يا دول عربية، وليس بين المظلوم وبين الله حجاب في دعوتي. يعني لست أدري، أنا كعربي وأنت كعربي تشاهد ما يقع في غزة وتسمع هذا الدعاء، كيف يكون موقفك؟ على كل، نعود أيضا لواقع متغير ويحمل الكثير من الرسائل، أو لوقاع هذا الفجر، هجوم للاحتلال الإسرائيلي على إيران. هذا الهجوم محدود، هذا الهجوم لم يستهدف المواقع النووية، لم يستهدف المؤسسات النفطية، لم يستهدف مواقع مدنية، استهدف مواقع عسكرية محدودة أيضا ومتفرقة في ثلاث محافظات إيرانية: طهران، خوزستان وإيلام. الإسرائيليون قالوا بأن الهجوم استهدف 20 موقعا وأتى في ثلاث هجمات متفرقة. المصادر الإيرانية تقول بأن لا أضرار فادحة والأضرار محدودة. في آخر الأمر الجميع يقول بأن الهجوم محدود. الاحتلال الإسرائيلي يقول هجوم محدود، إيران تقول هجوم محدود، الولايات الأمريكية تقول هجوم محدود، وتدعو الجميع إلى الكف عن هذه الهجمات المتبادلة. وكأن في خلفية الصورة هناك ترتيب أمريكاني، هناك تسوية أمريكية. يقول البعض الآخر يقول لا، إيران استطاعت أن تفرض معادلاتها الخاصة. وأيضا البعض من المحللين يذهبون في الأقصى، يقول إيران لم تفرض فقط معادلاتها ولم تفرض مقاربتها، ولكن إيران فرضت إرادتها، وبالتالي حققت ما عجزت عنه كل الدول العربية، أنها تفرض معادلة في المواجهة أو تفرض معادلة في الصراع. إيران استطاعت أن تفرض معادلة، يرى البعض. ولكن إلى أي مدى كل هذه المقاربات لها وجهة؟ معنا الأستاذ أمجد جبرير، الباحث متخصص في القضايا الإقليمية. أستاذ أمجد أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك من جديد أستاذ أمجد جبريل، الباحث متخصص في القضايا الإقليمية، نرحب بك من جديد. طيب سنعاود الاتصال بأستاذ أمجد. إذن هجوم إسرائيلي على إيران، موقع إكسيوس كما كنا نذكر قال بأن هذا الهجوم تم الترتيب له عبر قنوات سرية بين إيران وإسرائيل. هل هذه القنوات استطاعت أن، أو عفوا، هل هذا الترتيب استطاع أن يجعل لإيران قدرة على الحد من هذا الهجوم؟ نحاول أن نجد الإجابة مع ضيفنا الأستاذ أمجد جبريل، الباحث متخصص في القضايا الإقليمية. أستاذ أمجد أهلا بك من جديد. أهلا بكم، هل تسمعني؟ الآن أستمع إليك أستاذ أمجد، مرحبا. وأعود لسؤالنا، هل هذا الإنجاز المحدود بين معقفين، ويمكن اعتباره إنجاز، هل هذا الهجوم المحدود الذي أراد نتنياهو أن يسوقه كإنجاز، هل وصل لتحقيق هدفه؟ أم أراد أن يبعث برسائل؟ هو تعرف أستاذ محمد، هذه الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ بداية هذه الحرب على غزة، هي في الحقيقة يعني المقصود منها رسائل، وأكثرها رسائل إعلامية وسياسية، وليس مقصودة منها بالمناسبة رسائل عسكرية. وكلا الطرفين يتجنب أن يدخل في حرب إقليمية واسعة، والعامل الأمريكي هنا يلعب دورا أساسيا في كبح يعني انفلات هذا الصراع. كلا الطرفين لا يرغب في دخول حرب واسعة، ويرغب فقط في تسجيل بعض الرسائل السياسية هنا أو هناك. ولذلك ستلاحظ أنه بعد كل هجوم سواء من إسرائيل أو من إيران، سيخرج كلا الطرفين ليؤكدا أن الهجوم كان محدودا
وانه الخسائر كانت محدودة، وانه يعني يدخل في اطار انه تصعيد محسوب فقط وليس اكثر من ذلك. وهو هذا الحاصل لحد الآن، يعني ما قرأناه من تصريحات الجميع يؤكد بأن هذا الهجوم محدود، وهذا الهجوم يحمل رسائل. الرسائل ليس فقط لإيران، بالعكس وحتى ليست الأهم لإيران، هي رسائل للمنطقة أستاذ أمجد، هذه الأهم. طبعا بطبيعة الحال، يعني دعني أقول أساسا أنه يعني ما يبحث عنه نتنياهو في الواقع هو صورة انتصار. الحقيقة نتنياهو في مأزق حقيقي في جنوب لبنان. احنا رأينا أمس سقوط 10 قتلى، 5 ضباط إسرائيليين و5 جنود أيضا، و10 قتلى في يوم واحد من الجيش الإسرائيلي. أعتقد هذا رقم كبير جدا، وهذا يقول أنه حزب الله من ناحية استعاد تماسكه وبدأ فعلا يعني يبلي بلاء حسنا في مواجهة إسرائيل، وأيضا المقاومة الفلسطينية عبر الكمائن وعبر الاستهدافات التي تقوم بها أيضا هي تبلي بلاء ممتازا في غزة. وواضح أنه يعني بالنسبة لنتنياهو هو سيستمر في البحث عن صورة الانتصار، وسيحاول كلما ضاق به الأمر في غزة أو في لبنان أن يقدم صورة نصر في مكان آخر، سواء عبر استهدافات في سوريا، ممكن عبر استهدافات طبعا في إيران. لكن مع ذلك دعنا نقول أنه لا زال العامل الأمريكي سيضبط الانفلات الإسرائيلي. أعتقد أنه السلوك الإسرائيلي ممكن يتمادى كثيرا إذا فاز يعني دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات الأمريكية. ما عدا ذلك أعتقد أنه إسرائيل مضطرة أن تنزل عن هذه الشجرة، مضطرة من النزول من الشجرة، لأنه يعني في الواقع هو لا يمكن أن يحقق إنجازا أكبر من الذي حققه. من الناحية العسكرية البحتة لا يوجد أعتقد أهداف في غزة أو حتى في لبنان يمكن تحقيقها أكثر من ذلك، وبدليل أنه بدأ يستهدف المؤسسات الاقتصادية مثل القرض الحسن مثلا في لبنان. هذا دليل أنه ليس لديه أهداف عسكرية في الواقع. طيب غياب بنك أهداف، لا توجد أضرار سياسية، على المستوى الاستراتيجي كل شيء محدود تقريبا. في آخر الأمر هل نقول بأن الآن أغلقنا هذا القوس وعدنا إلى ساحة المعركة الحقيقية، المنطقة العربية، والأكثر من ذلك تم تحييد كل الأطراف، والآن إسرائيل ستستفرد بغزة؟ لا، هي الحقيقة إسرائيل أيضا ليس لديها أهداف كثيرة في غزة. يعني هو من الناحية الفعلية الذي تقوم به إسرائيل في غزة هو حرب إبادة أو جينوسايد أو تطهير عرقي. يعني هي فعليا ليس لديها أهداف عسكرية حقيقية، لأنه يعني مجرد العودة مثلا لاقتحام مستشفى كمال عدوان، أو العودة مثلا لتنفيذ مجازر أو إخلاء أماكن مدنيين، فهذا كله لا يسمح يعني بالقول أنه إسرائيل لديها أهداف في غزة. في الواقع نتنياهو يعني إذا فازت هاريس بالانتخابات مضطر أن ينزل من على الشجرة، وإذا فاز ترامب سيعطيه فترة يعني ليس أكيدا مساحة هذه الفترة، لكن هي فترة في كل الأحوال ليست طويلة. يعني هذه عندما تقول فترة ليست طويلة، يعني أنت هنا تلتقي مع العديد اليوم صباحا، بدأنا نقرأ، هل تعتبر هذه الهجمات هي بداية الإعلان عن نهاية العدوان على قطاع غزة والذهاب إلى مسار سياسي ما؟ فهناك بروسس يتم الاشتغال عليه أستاذ أمجد الآن. البعض حتى عاد بالذاكرة إلى الحرب الخليج الثانية و91 ثم ما أتى بعدها، مدريد ثم أوسلو. نعم، أنا أعتقد أنه يعني فشل زيارة أموس هوكشتاين، وهو بالمناسبة إسرائيلي واسمه أموس هوكشتاين مش هوكشتاين كما تقال، هي مؤشر لأنه إسرائيل وصلت إلى النهاية. يعني هي في الحقيقة تحاول أن تضغط عسكريا على غزة وعلى حزب الله وعلى لبنان بشكل عام، لكن في التحليل الأخير لا يوجد مخرج. يعني الأداة العسكرية لن توفر حلا لإسرائيل، إسرائيل مضطرة أن تذهب إلى حل سياسي. لكن كل القضية هنا هي بالنسبة لنتنياهو، نتنياهو يصعب عليه الاعتراف بهذا الفشل، وإن كان في النهاية هو ظهره إلى الحائط. يعني هو سينزل من على الشجرة سواء يعني طوعا أو كراهية، لكن مرة أخرى يعني نحن في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية. على كل حال، من الناحية العسكرية البحتة لا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يحقق إنجازات أكبر مما فعل في غزة وفي لبنان. وبالمناسبة، إنجازه العسكري هو قتل المدنيين، وهو ارتكاب مجازر وحرب إبادة وتدمير البنية التحتية، لكنه فعليا يعني لا يحقق أي شيء حقيقي. طيب أنا أختم معك بالسؤال الذي نطرحه على مشاهدينا الكرام، وأيضا لك رأي فيه أستاذ أمجد.
عندما نشاهد هذا العجز العربي حتى على المناورة وهذا الإنجاز الإيراني من صح التعبير، هل نجحت إيران في أن تثبت نفسها كلاعب إقليمي؟ والبعض يقول حتى أن إيران هي تقريبا الجهة الوحيدة إقليمية لديها نظام إقليمي، في حين العرب الآن لم يستطيعوا حتى أن يوفروا لهم هامش مناورة مع الأمريكان، حتى مع الأمريكان. هذا طبيعي. تعرف انه يعني الاطار العربي او ما يسمى الارب سيستم يعني او النظام العربي هذا كله انهار منذ وقت بعيد. يعني احنا منذ حرب الخليج الثانيه في عام 1991 حرب تحرير الكويت ونحن لا نتحدث عن نظام عربي، لا يوجد اطار عربي حقيقه. الاكثر من هذا انه يعني الاستراتيجيه الايرانيه تثبت مره بعد مره انها ناجحه في يعني تطوير قدرتها الردعية في مواجهة إسرائيل. هو في الحقيقة هناك صراع إيراني إسرائيلي يحدث منذ احتلال العراق عام 2003 ويأخذ صورا مختلفة، طبعا حروب ظل، حروب سيبرانية، اغتيالات علماء، اغتيالات قادة عسكريين، اغتيالات حروب سيبرانية عبر يعني فيروس ستاكنس إلى آخره، لكن هذا كله لا يعطي تفوقا لإسرائيل. وهذا يدل على أنه في الحقيقة إسرائيل قادر على تحقيق إنجازات تكتيكية مؤقتة، وهذا ما يحدث في حرب غزة وفي لبنان، لكنها غير قادرة على الحسم. فعليا هذه الحرب تثبت أنه القدرة العسكرية الإسرائيلية والتفوق التقني ليس كافيين بمفردهما لإنجاز الأهداف الإسرائيلية. لذلك مرة أخرى سأقول أنه يعني إيران في الحقيقة تتفوق إقليميا على إسرائيل، وربما تنتهي هذه الحرب بأنه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مضطرة لكي تجلس مع إيران ولكي تعترف بأنه وزن العامل الإقليمي أصبح مهما ومتصاعدا، وأنه هذا يجب أن يدفعها للضغط على إسرائيل. كما ذكرت أنت قبل قليل في حرب الخليج الثانية إسرائيل كبحت، يعني إدارة الرئيس جورج بوش الأب في سنة 1991 كبحت الرد الإسرائيلي على العراق، يعني منعت إسرائيل من الرد على الصواريخ التي أطلقها العراق أيام الرئيس صدام حسين على تل أبيب، والتي بعضها يقال أنه أصاب يعني جدار وزارة يعني حدود أو حاجز وزارة الدفاع الإسرائيلية. وفي ذلك الوقت ثبت أن إسرائيل في الحقيقة هي عبء استراتيجي، وهذه الحرب تؤكد مرة أخرى أن الولايات الأمريكية عليها أن تعيد النظر في سياستها، وإلا أنها ستغامر بخسارة الشرق الأوسط حتى بحلفائها، حتى بحلفائها الخليجيين. يعني لاحظ انه يعني هناك اندفاع عربي نحو مجموعه بريكس، حتى تركيا تريد ان تذهب الى هذه المجموعه، ايران دخلت المجموعه، الامارات، مصر، السعوديه، يعني نحن نتحدث عن احتمالات تحولات كبرى تحدث في المنطقه بسبب هذا الانحياز الامريكي لاسرائيل، الذي يثبت مره اخرى ان الذي يدير المعركه في الحقيقه هي واشنطن، وان تل ابيب هي مجرد اداه في هذا الموضوع، وليست هي الفاعل الرئيسي في الموضوع. فعلا يا أستاذ أمجد، يعني نتنياهو لا يعد أن يكون موظف يتلقى أوامره من البيت الأبيض وهو أداة تنفيذية مثله مثل بقية جنرالات الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك أستاذ أمجد جبرير، الباحث متخصص في القضايا الإقليمية. إذا هل نجحت إيران؟ فشل العرب؟ مشاهدينا الكرام، نبدأ بتلقي الاتصالات. أشرف من مصر، سيد أشرف أهلا بك. اهلا بك يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ تحياتي لك وللساده المشاهدين. مرحبا بك. نعم نعم، نجحت ايران وفشل العرب. الكلام ده انا قلته الاسبوع اللي فات للاستاذ صالح، واستشهدت ببيتين شعر، واستشهدت بوقت الطياره اللي وصلت بألف سلامه لنافذه نتنياهو. فقلت له ان لاحت الاسرار فهي رسائل، فهل لرسالات المحب جواب؟ اللي حصل ان لما من حوالي شهر صاروخين بلاستيين، ليس بلاستيكيين زي ما بيقول احد العسكريين، انا بنطق، انا مش عسكري الحمد لله رب العالمين، ولكن بنطق احسن منه. فرغم ان صاروخين بلاستيين فروا من كتير من مضمونهم المتفجر بحيث انهم ما يعملوش اثر مدمر كبير، فده كانت اول رساله لايران انها توصل لتل ابيب. الرساله الثانيه الوصول لبيت نتنياهو، وده في عرف المظليين وفي عرف الدفاع الجوي وفي عرف الطيران الحربي اسمه دقة الوصول، دقة الوصول. فهذا ما جعل أمريكا وإسرائيل تعمل حساب لإيران. الضربة القاتلة والضربة المحيطية اللي صوروها إن هي ممكن تهدم إيران في الهومية، واقعيا مش موجودة.
الامكانيه المحيطيه دي ده علم لله سبحانه وتعالى، مش لبشر حتى ولو كان امريكا. غير كده اللفه الاستراتيجيه اللي عملها وزير الخارجيه الايراني، اعاد حكام العرب لرشدهم ورجعهم لأوبهم وفكرهم، بمعنى انك انت لو سمحت انك انت تستخدم اراضيك لضربي فانا مش هسكت عليك ومش هسمي عليك. فنقلوا الرساله دي ولو براجماتيه او من باب المصلحه، احنا البترول اللي بيروح لكم، التلوث اللي ممكن يعود، العروش اللي احنا خاضعين بأن عنف علشان نحميها هيضيع، ومنطقيا ايران كان لها حق الرد. فكل دي رسائل حصلت لامريكا ولاسرائيل كانت السبب في الضربه النوعيه. يعني انا الاسبوع اللي فات الاستاذ صالح طرح فكره ان هي انا وصلت لايران ليه ما ضربش ضربه مدمره؟ هدم البيت على اللي فيه دي كانت فعله شمشون زمان، لكن دلوقتي الكل عايز يستفيد. امريكا نفسها عايزه تستفيد من وجود ايران عشان تفضل رعبه الانظمه العربيه على اماكنها وعلى عروشها. ترامب لما كلم الملك سلمان وقال له انا لو سبت خلال اسبوع السعوديه تتحدث الفارسيه، طب بدون ايران السعوديه هتتحدث العربيه ازاي؟ وهيدفع ولربما عاد ترامب ومطلوب منه ان هو يحمي مؤخره الملك سلمان ويسيب طيارته تطير اكتر من ساعتين. فكل دي اسباب. فنجحت فعلا ايران بالعمل وبالجد وبالاجتهاد. ما تنساش ان ايران لمده 30 سنه او اكتر اشتغلت على نفسها وكانت عليها حظر دولي فظيع، عليها حظر دولي فظيع، فاشتغلت على نفسها. الجزئيه الاخيره عشان ما اطولش على حضرتك، اتفضل. احنا مطالبين مطالبين كنخبه انكم انتم توجهوا الشعوب تعمل ايه؟ العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. ازاي اخرج؟ ازاي اخرج سلميا؟ ازاي اخرج وانا مطمن ان انا امن على نفسي ان انا ما هسيبش حفيظتهم لانهم يقتلوني، لان ما فيش مبرر غير كده، وده هيدفعهم للخضوع لطلباتي. ماشي. الى جانب بقى في وسائل تانية، برامج الاستقصاء. استاذ اشرف فصلت على الامم المتحده وعلى غيره. أو هو استاذ اشرف، انا لا اريد ان اقاطعك، لك اتصالات كثيره، ولكن مهم جدا ما ذكرته الان هو دور الشعوب، وانت قلت العلم بالتعلم، ولكن في اخر الامر شعوب تجد نفسها امام إكراهات حقيقية، لأن هذه الشعوب هي في لحظة انتماء، ولكن أيضا هي في لحظة ألم، في لحظة خوف، في لحظة رعب تمثل هذه الأنظمة المستبدة. يعني في آخر الأمر أين ستجد نفسها؟ هل هي منتمية لوقحة، منتمية لعمق العربي الإسلامي، أم في تجد نفسها منتمية لحالتها اليومية، لظروف معيشتها؟ يعني ظرفية صعبة جدا تعيشها الشعوب. ولكن أنا متأكد بأن الضغط الشعبي مهما كان هو له أثر على الأنظمة، وهذه الأنظمة هي أيضا ستقرأ ألف حساب لهذا الشارع العربي. أشكرك أشرف من مصر، رسائل عديدة جدا في انتظار أنه تأخذ حقها. أحمد من مصر يقول إسرائيل محتارة كيف تفعل، هل تتبع كلام أمريكا أم أن سيكون لها رأي آخر، ويقول بأن هذا لأول مرة. نأخذ اتصال ثم نعود للرسائل. محسن من تونس، مرحبا محسن. فصل محسن. طيب يعود معنا محسن بعد قليل. موسى نصر من الأردن، إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على إيران لذر الرماد على العيون من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، تأييد للهجوم لأن إيران بحسابات السعودية تعتبر عدو، أم إسرائيل فهي صديقة؟ هناك قراءة تقول فعلا يعني لو ذهبت إيران في الأقصى وأصبحت رقم فعلي، السعودية ستصبح في ظرف خطير جدا. هذا ما أيضا عبد الحميد أبو أحمد يقول لا توجد بدائل لإسرائيل إلا بأن تذهب نحو ضرب إيران مهما كانت طبيعة هذه الضربة، ولكن أيضا يضيف ولا توجد بدائل للشعوب العربية إلا الضغط على الحكام. الهاشمي من السعودية يقول حكام سيوفها من خشب وشعوب مناقيرها من حديد. محسن من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا محسن. طائرات غارت وصواريخ لم تنطلق،
مجرد ضربة استعراضية، يعني ما فيش هجوم حقيقي، ما فيش حرب، هذا كله والله وكأنه فيلم موجود. هل هو سياسة جس النبض بين إيران والعدو الصهيوني، أم هي مسرحية، أم ماذا؟ الضربة يعني يعلن عنها، والهدف يعلن عنه قبل الضربة، وكان الكل خائف من الكل. هل الصهاينة خايفين من إيران؟ هل إيران خايفين من الصهاينة؟ هذا لم أفهمه. هل هي ربما إعازات من الإدارة الأمريكية حتى تطفي نار الصهاينة فيما يخص هذه إرجاع الضربة، رجعت الضربة خلاص؟ يعني ماذا يريدون الصهاينة وماذا تريد إيران؟ يعني هل تبقى، يعني هل تتحمل المقاومة وحدها هذه الحرب؟ هي ستكون هي الضحية، ستكون هي من تدفع الثمن، وليست إيران طبعا وليست أمريكا. هذا لم نفهمه. يعني هناك ضعف. نعم، لا، هناك ضعف. أين الضعف؟ أنا أختم معك، فين الضعف يا عمر يا محسن؟ هناك ضعف في الدفاع الجوي الإيراني. لم نلاحظ أي صواريخ من هذه الصواريخ الاس اس 300 او الاس اس 400 او ما حكوا عنه. ثم هناك أهداف كان العدو الصهيوني كان سيضرب أهداف نووية وأهداف يعني منشآت. لا يا محسن، هو ضرب الأهداف النووية ليست بهذه البساطة، وضرب في المنشآت البترولية ليست بهذه البساطة. يعني الوضع مختلف جدا، والعالم على كف عفريت. نعم. وهناك حسابات كبيرة جدا لدى الأمريكي. ولكن أنا أعود لنقطة رئيسية منذ بداية الحلقة ونحن نشير إليها، كل شيء أمريكي، كل شيء مخطط له أمريكيا، وهذا العدوان على غزة أمريكي، وتداعياته أيضا تدار أمريكيا. أشكرك محسن من تونس، وعمر من رومانيا عفوا. مرحبا عمر. مرحبا بك أخي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا أخي. لقد نجحت إيران منذ، وفشل العرب طبعا، منذ سنة 1979 لما جاءت الثورة الإسلامية سنة 79، والشاهد أخي العزيز، طردوا الصهاينة هم وسفارتهم والأمريكان معهم الشيطان الأكبر. ولكن للأسف كان المفروض يتكاتفون بدل العرب ما يتكاتفون ويا الجمهورية الإسلامية، هم حاربوا الجمهورية الإسلامية، والكل يعرف لأسباب طائفية. 8 سنوات أخي العزيز. الآن لما اللي يقول أخي العزيز، اللي يقول إنه هاي الضربة كانت يعني إنه هناك اتصالات ما بين إسرائيل وأمريكا وإيران وكذا، أخي العزيز، لما يطلع رئيس الجمهورية وهو إنسان معتدل إصلاحي، لما يقول انه راح يصير الرد قاسي ومدمر، هذه معناها حقيقه اخي، خوف. الصهاينه لما ردوا هذا الرد، انت تعرف الصهيوني وجهه وسخ، هذا النتن فراد يغسل وجهه الوسخ بهاي الضربه يا اخي العزيز، والا مستحيل لا يستطيعون اخي هؤلاء، وانا لا يستطيعون، لا الامريكان ولا الصهاينه بعون الله، وان شاء الله فاشلين في غزه في فلسطين وفي لبنان أخي العزيز، سوف نتحرر بعون الله تعالى. بس أخي محمد، أنا عندي نصيحة للأخوة الخليجيين، وطبعا مصدر موثوق من أمريكا بناس عندهم ارتباطات بترامب. أخي ترامب في حالة مجيء إلى السلطة، صدقني يا أخي محمد، هو ناوي يفلس دول الخليج بحيث يرجعهم على العصر البحراني، يرجعهم ترامب أخي. لأن أنت تعرف هذا ترامب تاجر، خاصة السعودية والإمارات والكويت الدول الغنية، يريد يفلسهم هذا ترامب. هو في أكثر من مناسبة ترامب كان تصريحاته حقيقة فيها الكثير من الوقاحة، عندما يذكر دول الخليج في أكثر من مناسبة. شكرا عمر من رومانيا. عبد الحفيظ من سوريا، سيد عبد الحفيظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل. الله يبارك فيكم يا رب، وشكرا لهالبرامج الحلوة. أهلا وسهلا. بصراحة أنا كان بدي شارك بالبرنامج اللي قبله، اللي هو موضوع كيف نوقف الحرب
تفضل في غزة. تفضل هات رأيك في أي ملف. احنا كل الملفات الآن تصب في تيار واحد، وكيف نوقف هذه الجريمة في غزة، هذا اللي يهمنا. تفضل. بالضبط. فأخي طالما نحن في غزة الوضع ما عم يتوقف في أي طريقة من الطرق، ولا عم تكون لا مصر عم تتحرك قيادة ولا السعودية قيادة. أنا واثق تماما أنه إذا بتتدخل السعودية أو مصر أو أي دولة عربية تتدخل بطريقة رسمية وجدية قد توقف الحرب مباشرة. فطالما أنه ما عم تقدر تتحرك هذه القيادات، فأنا برأيي الشعوب لازم تبلش تتحرك. فلازم تتحرك، حتى إذا ما بدون يتحرك القيادات نحن نتحرك ضد القيادات، لحتى نتحرك نحن ونحرك القوى بشكل جيد. وأنا برأيي قيادة المقاومة في غزة تحدد يوم محدد لهبة شعبية عالمية بهالحالة هي، قبل ما تصير الموعد الهبة اللي حتوقف الحرب بإسرائيل. هيك أنا بتوقع، والله أعلم. أشكرك عبد الحفيظ من سوريا. أحمد من فرنسا. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام، مرحبا. بارك الله فيك أخي محمد. أنا أول نشكر إيران، يعني قلت كلمة ودرتها. بقينا يا إخواني المتدخلين، حقيقة كل واحد عنده رأي، كيفاش اليوم نشكك في إيران؟ أنا بربكم فهموني، كل الجبهات هذه المحلولة من اليمن، من المقاومة، من لبنان، من هو ممول هذه القناة، هذا المقاومة، أليس هي إيران؟ كيفاش اليوم أنا شكك في نتنياهو الصهيوني؟ هذه يقدر، هذا التحاليل نقدر نمشي معهم، يقدر يقلل الإيران على طريق أمريكا الشعبية نتاعي في الصهاينة راها تستنى فيك الرد، ولكن ماذا بكم تخدموا لي الطريق يا أمريكا؟ ما معناها؟ قولوا لإيران راني ماشي نضرب، ولكن ضربات يعني خفيفة ما كان والو، غير باش يكون الشعب نتاعه واقف معاه. وإيران ولو حتى تكون هذا السيناريو، إيران خرج فائز. إيران يا أخي ما زال واقف، وكما قلت أنت يا محمد، الناس يمشوا لك بعيد ويقول لك علاش ما ضرب لهاش النووي وعلاش ما ضرب له، والنووي ما كانش في الإيران يقدر يحرق كلش. وهذا هو موقف العرب اللي حنايا، إذا كان واحد واقف كراجل نقولوا له أنت راك تكذب علينا، وإذا كان كما احنا الحكام أنت وأنا في الجزائر وفي مصر وفي السعودية راكدين، نقول لهم راكو راكدين، مع من نمشوا دروك؟ ولا تبقى فينا غير لسان غير نهضروا؟ قوموا روحكم، عندنا واحد الحسابات ضيقة، وعندنا واحد السياسة، وحتى الدين نتاعنا بعض الناس يقول لك شيعيين، واش من شيعي؟ أنت يا مسلم، أنت يا السعودية اللي راكو في الحرمين، واش درتوا؟ كيفاش أنا ما نقولش والله لو كان يكون شيعي ويعاونني في هذا الصهاينة غير نوقف معاك كمسلم؟ أيوه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم وبركة. السلام. مهم جدا، يعني من الآن المعركة لا هي شيعي ولا سني، مع أنه هذا الجدل الطائفي جلد دامي أحيانا. نحن عرفنا أنه مسألة الشيعي والسني هذه خلفت الدماء والضحايا من الأبرياء، ولكن الآن لا، الآن كما ذكرنا الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يتحكم في كل عاصمة عربية. كيف تقبل عن نفسك أنت يا عربي أن يتحكم فيك هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ يمينة من الجزائر، مرحبا يمينة. يمينة مش جاهزة. طيب محمد من المغرب، مرحبا سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضربت الكيان الصهيوني لإيران هي ضربت إعلامية ليست عسكرية، تمام. وإيران أصبحت قوة إقليمية تمتلك نووي، وإسرائيل تخشى أن من ردة الفعل إيران إن تجرأت على إيران وضربتها ضربة قوية، تخشى من ردة الفعل الإيراني، إنها تعرف أنها أصبحت قوة إقليمية. طيب محمد أمام هذا الوضع،
يعني لم يعد أي قيمة للعرب، لا برسميهم لا بحكوماتهم لا بأنظمتهم ولا بشعوبهم. إيران تتحكم ولها قدرة على أن تناور، إسرائيل الأمريكية تفعل ما تريد، والعرب انتهوا. هذا الواقع. هذا واقع فعلا فعلا، لأن العرب لا باعوا أنفسهم للشيطان الأمريكي، وأصبحوا أصبحوا متخندقين في الطرف الأمريكي، لا شرف لهم ولا قيمة لهم. أعطيني دولة عربية الآن تقف في وجه الكيان الصهيوني ولا أمريكا. إيران لها مشروعها. صحيح، إيران لها مشروع، عندها مشروعها، وإن أين مشروع العرب؟ أين المشروع العربي؟ أين المشروع العربي؟ لذلك العرب واضح أنه في هذه المحطة التاريخية هم يجنون الفشل لغياب المشروع. شكرا محمد من المغرب. يمينة من الجزائر عادت معنا. يمينة، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. أخي، الوقت طال ولم يفعلوا شيئا، وأنتم وهم ينتظرون من الدول العدوة ويضحكون عليهم. أتمنى أن تفعل الجزائر خيرا كما فعلت استلام الشمل، أن تجعل قمة عربية عربية إسلامية، وأولها إيران وليس زيلينسكي كما فعل بن سلمان، وتطلب منها منه والرحيل إلى الحرب المقدسة كما قال تبون. عندنا قضية فلسطين قضية مقدسة، عليهم أن يجعلوا أن يجعل للعرب قمة عربية عربية، وإذا لم يقبلوا فليقاطعهم قبل أن يقاطع أمريكا. لابد أن يطلب منهم القطع العلاقات مع أمريكا، وليضربوا اليهود بكل قوة ولا حياء، ولا يبقى في هذه المداهنة. شكرا يمينة من الجزائر. شكرا يمينة. عبد الرحمن من فرنسا. السلام عليكم سيد محمد. وعليكم السلام سيدي، أهلا وسهلا. أخي سيد محمد، هذه الضربة هذه غير فيلم، هذا فيلم صوبات أمريكا في المشي ديال الوسط الخارجي الامريكاني في الشرق الاوسط، ولعند الصهاينه والمصرى، يعني عدلوا الفيلم على خاطرهم. ها كيفاش غادي نعملها؟ لا اسرائيل ضربت ولا ايران انضربت، يعني هذا كله غير كذوب. والعرب عبد الرحمن، والعرب بيطاق امريكا اللي كتسير في الدول العربيه. عبد الرحمن انت يعني اسمعني، عبد الرحمن، كيف وصلت النتيجة؟ كيف وصلت النتيجة أنه هذا كله فيلم؟ كيف وصلت لها النتيجة هذه؟ يا أخي فيلم راه باين، يعني كيفاش مئات طائرات يعني حديثة وضربت الرادارات وضربت كل شيء، وما كاينش حتى شيء يعني شيء خسارة في إيران كثيرة ولا الأموات. هذه من جهة أخرى كيقول لك إيران، كيقول لك الإسرائيل الأمريكان يعني هي اللي عدلت كل شيء. طيب، ومن قال لك ميريكان، ومن قال لك طائرة ضربوا من نادوا من. طيب، خليني نتفاعل معك عبد الرحمن. يعني أنت نحن نتوقع كأنه ضرب إيران مسألة بسيطة. تعرف إيش معنى ضرب إيران؟ ضرب إيران يعني ضرب المنشآت النفطية. لو ضربت المنشآت النفطية سعر البترول الآن يصل ل100، وفما بعض الخبراء يقولوا إنه يوصل حتى $200. يعني أوروبا، وأنت تحدثنا من فرنسا، الناس في فرنسا في باريس مدينة الأنوار معناها ستصبح مدينة الظلام. يعني خليني أكملك، يعني الآن أوروبا لو ضربت المنشآت النفطية في إيران وارتفع سعر البترول، الدمار الشامل في عدة دول في العالم وفي أوروبا. هذه أولا. لو ضربت المنشآت النووية كل المنطقة، شفت الشرق الأوسط كامل، هذا الشرق الأوسط بدوله الممتدة ومنها هذه الرقعة الجغرافية المحتلة إسرائيل ستتضرر. يعني ايش موجود في ايران حتى تضرب؟ مش تضرب مستشفيات، مش تضرب مدارس اطفال؟ ها تفضل. اولا سي محمد، النووي ما توصل له اسرائيل، لان النووي في الجبال، يعني في هي ايران عارفه فين حطت النووي ديالها. هي راه ماشي طياره ذكيه، راه ضربت واحد. طيب، واحد يعني في النقطه هذه ايران اذا ما فماش في افلام، فما عجز، فما فرق ما بين فيلم وفيلم، فرق ما بين العجز. إسرائيل ضربت ضربه خائفه، ضربت خائف. الانسان اللي كيضرب واحد الانسان كيضربه خائف، وهي دخلت فيها امريكا ودخلت فيها السعوديه ودخلت فيها الدول
دول الشر اللي هما دايرين في اسرائيل، كنقولوا من دول الشر الصهاينه الحقيقيين هما 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 هم جيران اسرائيل، هادو هما الصهاينه الحقيقيين، منهم الاردن ومصر والسعوديه والبحرين، هادو هما الصهاينه الحقيقيين. طيب انت لما تقول لي اسرائيل خائفه، يعني في اخر الامر ايران نجحت، يعني ما فماش فيلم، فما توازن قوة، كل واحد خايف من الثاني، يعني الثاني يعرف انه اسرائيل تعرف ايران قويه وايران تعرف اسرائيل قويه وقادره على الرد، والقوي يستطيع ان يقول انا موجود ولي حساباتي ولي مصالح. هذا الحاصل الان مع ايران. اشكرك عبد الرحمن من فرنسا. تفضل تفضل كلمه اخيره. تفضل. هو فيلم من طرف امريكا لان خايفه على المصالح ديالها. نعم. الامريكان للحفاظ على مصالح ايران، على كل وجهه نظر. شكرا شكرا عبد الرحمن. رمزي من فرنسا. سيد رمزي. طيب إلى أن يعود معنا رمزي من فرنسا، نعود للرسائل. رسائل محمد من المغرب. ضربات إسرائيل على إيران دليل قاطع أن إيران أصبحت قوة نووية يحسب لها ألف حساب، وغيرت موازين القوة في الخليج الذي سيصبح من الخليج العربي إلى خليج فارسي بفضل ذكاء آل سعود وحنكاتهم. مش عارف يعني هو يقصد أنا أنه سياسة الحكم في السعودية ممكن جعلت مكانة المملكة العربية السعودية تتراجع لصالح أشياء أخرى. أحمد من مصر يقول لا يمكن ضرب إيران ولا يمكن ضرب من يتحالف مع إيران. أيضا رمزي من فرنسا، عاد معنا رمزي يبدو. رمزي مشكلة في الاتصال، رمزي من فرنسا. طيب نعود الفرصة حتى نأخذ الرسائل. آدم من الجزائر يقول السعودية أصبحت ضعيفة لأنها ابتعدت عن هويتها العربية والإسلامية، فأصبحت السعودية ليست دولة قوية ولكن دولة تخاف من إيران وتخاف من إسرائيل وتخاف من أمريكا. عبد الجبار من العراق، مرحبا عبد الجبار. مساء الخير أخي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي محمد. بالنسبة للهجوم الذي قامت به إسرائيل على إيران كان ضعيفا جدا، وسبق لوزير ما يسمى بوزير الدفاع الصهيوني أن قال سابقا بأننا إذا ما قمنا بالرد على إيران فسيكون ردا مزلزلا ولن تستطيع إيران بعده الرد. أخي العزيز، لو كان الرد الإسرائيلي قويا على إيران وأصابها في مقتل لأصدر المرشد الأعلى الإيراني قرارا بالجهاد الأكبر، ولكن هذا لم يحدث لأن ذلك الهجوم كان ضعيفا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. الهجوم ضعيف وبالتالي تم احتواء الموقف. أبو محمد من العراق، تفضل أبو محمد. أبو محمد. السلام عليكم أستاذ عزيزي. وعليكم السلام عزيزي. عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا عزيزي. أنا على مود الضرب مال إسرائيل، ترى أنا بالمحافظة اللي محددة إيران، يعني باللي فارس يسموها كردستان بالعربي يسمونها الهواز، أنا المحافظة البصرة اللي محددة إيران. يعني قالوا 100 طائرة وقال الله وكيلك كفيلك محمد، يعني ماكو شيء رقم كذب، يعني مجرد معسكرات صار شو ماكو ترى، لا مال ضربه مواقع ولا ابد نهائيا، كل شيء ماكو بالله العلي العظيم. يعني ضربه بيش يعني احنا نسميه بالون، يعني ما ليش مجرد واحد بس يريد يضرب ويشهد، وضربه من المناطق العراق، يعني هذا ضرب ما نترى، يعني مو من داخل ايران، لا حد يقول لك دخلنا ايران كذب ما دخل ايران، انه العراق لو كان اكو عنده دفاع جوي ما اصلا ما دخلوا الحدود مالته، يعني اللي يعني مجرد هيك رقم خيالي وماكو اي اشترى، ما ضربوا 100 من الطائره وضربونا هالقد وهالكذا شو ما اقدر، الله وكيلك كله كذب، يعني احنا المحافظه لمحادثهم، يعني مع يعني مسافه قريبه علينا بيننا وبينهم.
شكرا أبو محمد من العراق. ولكن مهما كان السيناريو، مهما كانت الوقائع، الأكيد وهذا بتصريح إيراني إسرائيلي أمريكي، وأيضا كل التحليلات تذهب بأن هذه الضربة المحدودة، هذه الوقائع الحدث ضربة محدودة، ضربة إيرانية محدودة، النتيجة تم احتواء، لا توجد نتائج. نتنياهو وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تضخم الحدث، ولكن واقعيا الحدث محدود جدا. إكسيوس تقول بأن إسرائيل تواصلت مع إيران وأبلغتها بالتوقيت وبالأماكن، وبالتالي الأمور دخلنا في سيناريو هذه الضربات المعلنة من أجل الحد منها، وواضح أن هناك ترتيب أمريكي من أجل احتواء الموقف. وهذا يقول بأن إيران طرف قوي، رقم صعب في المعادلة الإقليمية، ولو هوامش واسعة للمناورة، على عكس الرسمية العربية وعلى عكس الشعوب العربية والأنظمة العربية، لا تملك هامش مناورة، لا تملك قوة، لا تملك أوراق ضغط، هي تدفع الضريبة، تدفع الأموال، وأيضا تجد نفسها في آخر الأمر بعيدة عن أي خطة تسوية تكون هي شريكة فيها، أي ترتيبات، لا شراكة للطرف العربي إلا كأداة تنفيذية. وبالتالي نجد أنفسنا أمام معادلة تكون إيران قوية فيها، تكون الأمريكي، يكون الأمريكي القوي، لأنه الآن لم يعد هناك أي مجال للحديث بأن إسرائيل من تحارب، لا، الولايات الأمريكية من تحارب الآن، الأمريكان هم من يحاربون الآن، هم من يرتكبون الجريمة والمجازر في غزة، وكما كان 7 من أكتوبر برسم المقاومة الفلسطينية، أيضا بقية الأحداث التي نعيشها الآن بعد أكثر من سنة هي أيضا برسم المقاومة الفلسطينية. نأتي لنهاية الساعة الثانية، في ختامها نذهب إلى رسائلكم مشاهدينا الكرام. البداية في هذه الجولة مع تعليقاتكم ورسائلكم على مختلف منصاتنا، إن كان فيسبوك، إنستغرام أو إكس. اخترنا إبراهيم أنيس، يقول يجب أن تتخلى الشعوب عن الصمت والرعب والركوع والسجود للأنظمة والملوك والأمراء، تحرك الشعوب أو تحرك الشعوب هو السلاح الحقيقي الذي يرعب الأعداء. كلام معقول، ولكن أيضا لا نحمل هذه الشعوب ما لا تحتمل. يجب على النخب وقيادة الرأي العام أن تتحرك، هي تكون هي الرائدة والمتقدمة، وفي الطالع ستجد الشعوب معها. علي أبو عزيزي، حتى المسيرات للتعبير ممنوعة على العرب، وهذا أكبر دليل لتورطهم في الجريمة. نعم، أغلب الدول العربية تمنع المسيرات والفعاليات الداعمة لغزة والمنددة بالعدوان. يا أخي الأمر، من يمنع هو شريك، يعني لا تستحق تفكير واجتهاد كبير. أحمد يسأل، النخوة العربية انتهت، الأنظمة العربية الجبانة، عظم الله أجرنا في أحوالنا وتخذلنا. لا تعليق سيد أحمد، ولكن ما نقوله أنه لا نحبط أنفسنا ولا نجلد أنفسنا، هذه الشعوب كما صنعت محطات مضيئة ومنيرة في تاريخنا العربي الحديث، آخرها الربيع العربي، قادرة أن تصنع الفارق مرة أخرى، وهي قادرة. القارئ يقول، أين المنابر التي كانت تنادي بوجوب الجهاد في سوريا والعراق؟ لماذا الآن صم بكم عما يجري في فلسطين ولبنان؟ هل فلسطين ولبنان ليست عربية، أم عروبة سوريا تختلف عن فلسطين؟ وهذا سؤال نسأله. كان هناك تعبئة وشحذ وتحشيد من أجل سوريا والعراق وخلافه، والآن أين كل هذه الأصوات؟ وأنا نسأل أيضا طبيعة هذه الأصوات وأجندة هذه الأصوات ومن يقف خلفها. ونختم مع جاكي القوس، يقول النظام العربي متواطئ أو بالأحرى متصهين. هذا هو الواقع العربي المؤلم والمؤسف للأسف، واقع عربي يقول بأن الرسمية العربية والأنظمة العربية متورطة بشكل أو بآخر، حتى بالصمت متورطة، حتى بالخذلان متورطة. إذن نأتي مع هذا الموضع وهذا الموقف وهذه الحالة العربية، نأتي لنهاية الرأي الحر لهذا اليوم. شكر لكم على مشاركتكم، والشكر للزملاء أيضا،
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.